لك ماما، بنتك ما رح تعرف تتجوز بقى، والله رح تعنس حاجتها بقى. يا حصرتي عليها، حصرتها كتير قلال يا أمي. ولا تقولي أنا وياها أخواتها، ليكي أنا أصغر منها وتجوزت قبلها. آخ والله قلبي محروق عليها، ما بعرف ليش الشباب هالأيام عم يفكروا بس بالجمال. أي معهم حق ماما، الرجال بحب الجمال، وبنتك بصراحة مانا حلوة. الله يعينك يا أختي. اجي. مساء الخير امي. اهلين. اهلين اختي، كيفك؟ شو اخبارك؟ اشتقت لك. شلونك انتي؟ منيحة. شو جاي تطمني عن اخباري؟ طمني، لا حبيب ولا صديق، انا على حالي مثل ما انا. ليش هيك عم تحكي مع اختك؟ مشان تطمن، لانه بنتك بتجي بس لتسمع اخباري، فطمني ما في شي جديد. شايفة ماما؟ شايفة العدائية اللي عند بنتك؟ لك الله يبعث لك واحد يخلصك من هالعقد اللي عندك. منيح ألف الحمد لله، بس قلتيلن إنه بنتي ما حلوة؟ قلتيلن إنه بنتي بشعة كمان؟ بشعة؟ ليش هيك عم تحكي أمي؟ أنتي حلوة ومثل القمر. الله يجبر بخاطرك يا أمي، أنتي الوحيدة اللي بتجبري بخاطري بهالبيت، مو مثل بنتك بتضل بتجرح فيني على الطالعة والنازلة. لك لا تردي عليها أمي، من يوم يوم أختك هيك شايفة حالة ومنزعة. أمي على شو بدها تشوف حالة؟ ما أنا بدراستي نجحت أكتر منها وكل العيلة بتعرف هذا الشيء، وبكفي مالي منزعة مثلها ومالي لئيمة مثلها، بس هي دايما بتجي مشان تجرحني وبتسألني أكتر سؤال بيغيظني، شو صار بالعرسان؟ ما تجوزتي؟ ما إجاها عريس؟ أمي تقبريني هلأ يمينها من قصة أختك. قومي زبطي حالك وشوفي شو بدك تلبسي بكرة، الجماعة جايين بكرة المساء. قومي شوفي شو بدك تلبسي وزبطي مكياجك وأمورك. قومي. قلتك بعجبن أمي؟ ايه أكيد أكيد لك أمي، ليش شبكي عين الله عليكي. الله يخلي لي ياكي يا رب. هلا من اول زياره لبسوكي ذهب؟ شايفه اختي، قال هن هيك عندهم العاده، من لما بيجوا بيطلبوا البنت بيجيبوا الذهب معهم عشان لما تقول ايه دغري بيعطوها الذهبات تبعاتها. سلموا ايديكي امي عنك. الله يسلمك. بعدين العريس طار عقله باختك امبارح، شوي تاني رح ياخذها من بيناتنا. ايوه، وعلى شو طاير عقله فيها؟ اكيد مكحكح كبير بالعمر. ما شو عجبه فيني؟ اتاري في شغلات اهم من الجمال بكثير لك اختي. إيه لا حبيبتي، ما في أهم من الجمال. مبلا فيه، أخلاق أختك وقعدتها بالبيت وصبرها وشهاداتها وجامعتها وكل شي فيها. خطيبي أهم شي عنده الأخلاق. حكي فاضي حبيبتي، بكرة بس تتجوزي ويشوفك على طبيعتك رح يكرهك. ليش هيك عم تحكي مع أختك؟ تركيا أمي تركيا، قلت لك هي طول عمرها هيك مكيودة وما بتحبني وما بترد لنا الخير. تركيا لكان فيحاء يطلع منها كل هاد لك أمي؟ وصلت فيها تروح لعند جارتنا أم عماد وتقلها ما لقيته أحلى من أختي عروس لأخوكي؟ أنا بحياتي ما شفت هيك أخت. ما قلت لك بتكرهني؟ ما قلت لك ما بتطيقني وكل عمرها شايفة حالة علي؟ والله أنا بعرف شغلي معها، غير قطيعة مالي مقاطعتها، لا أنا أمها ولا هي بنتي. طب أنا شو بكون استفدت هيك يا أمي؟ هلأ الجماعة بيكونوا غيروا رأيهم، حتى خطيبي بيبطل بده يعني. لا أمي هالشي ما حيصير، لأنه الشاب طاير عقله فيكي. بعدين أم عماد وقت حكت لي عن أختك كانت جانة منها ومو طايقتها. آخ يا أمي، والله لو أجتني هالضربة من حدا غريب ما كنت زعلت هالقد، بس تجيني من أختي. هذا انتي؟ شو جابك لهون؟ جارتنا ام عماد دقيت لجوزي وخبرته شو عم التبستي، عملاني ابن البيت. والله طلع في خير اكتر منك. فوتي فوتي لقلك، بدي اعيد تربايتك من اول وجديد. يا بطريقك فوتي. امي علميها انه الجمال مو كل شيء. فوتي ابليكي بقتلك، فوتي.